الثامنة صباحا من أون لايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار توفير حصص الخبز للمواطنين مستحق الدعم من دون نقص. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه السيسي بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق وتوحيد مطالب استيراد السلع الأساسية، فضلا عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد. أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح عن أسفه لازدواجية المعايير التي ينظر بها العالم إلى الوضع في ليبيا، وأكد عقيل أن هذه الهجمات لن تثني الشعب الليبي والقوات المسلحة عن المحافظة على وحدة التراب الليبي والدفاع عن مقدرات وثروات البلاد. تستضيف اليوم العاصمة الكازاخية أستانا جولة جديدة من المحادثات حول سوريا برعاية كل من روسيا وإيران وتركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فصائل المعارضة السورية عدم المشاركة في الجولة الجديدة من المحادثات، معللة ذلك بعدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة بوقف إطلاق النار. وافق مجلس اللوردات البريطاني على قانون يسمح للحكومة بالشروع في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتأتي هذه الموافقة بعد تصويت مجلس العموم على القانون، الأمر الذي يفتح الطريق لبدء رئيسة الوزراء تيريزا ماي عملية الخروج من التكتل الأوروبي قبل نهاية الشهر الجاري. شكرا للمتابعة، في أمان الله.